خلينا نروح لموضوع تاني وموضوع مهم الحقيقة، والأيام دي يعني من أكتر يعني الحاجات اللي بتقلق كل البيوت المصرية هي الامتحانات. لا صوت يعلو على صوت الامتحانات في كل البيوت المصرية، وطبعا لو احنا بنتكلم على مرحلة الثانوية العامة وحتى المراحل التعليمية الأصغر، يعني خلاص يعني كل امتحاناتها خلصت، لكن التحدي الأكبر هنا هو الثانوية العامة. وكل بيت فيه ثانوية عامة بتلاقي فيه حالة من حالات الطوارئ. ايه اللي بيحصل وازاي يستعدوا للامتحانات والترتيبات والتجهيزات؟ تبقى مهمه صعبه على الكل الحقيقه. وهنا اهم حاجه بتكون تهيئه الاجواء اللي في البيت للطالب اللي بيمتحن ده، والله يعينه. الحقيقه كمان بقى فيه يعني تغييرات كتير حصلت في الثانويه العامه وفي التعليم في مصر في الفتره الاخيره، محاوله وجود تقنيات جديده دخلت زي التابلت والبابل شيت والحديث عنها، واستعداد الولاد عليهم وتدريبهم عليهم وازاي يتعاملوا معاهم في موسم الامتحانات. اكيد كل ده بيخلي الاهل يعني ازاي يستعدوا لفتره الامتحانات، ده موضوع مختلف. طيب يضغطوا اكتر، يذاكروا اكتر؟ لا خلاص، اللي ذاكر ذاكر من اول السنه. طريقه المذاكره دي وهل الاستمرار في ان هم يفضلوا يروحوا دروس خصوصيه، يعني بالتاكيد كلنا عارفين انها لسه مستمره وموجوده، لكن كمان ايام الامتحانات بتكون مكثفه بشكل اكبر. خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل اللي بيحصل وازاي يكون في مراجعه نهائيه للولاد قبل الامتحانات، وخصوصا ان احنا بنتكلم خلاص على يمكن يعني 15 يوم او 12 يوم على الامتحانات. دلوقتي معانا على التليفون استاذه هبه عوض الله، استشاري التعليم الذاتي والالكتروني بوزاره التربيه والتعليم. مساء الخير على حضرتك، وايه شكل المراجعه النهائيه اللي يتناسب مع منظومه التعليم الحاليه؟ مساء النور، اهلا بحضرتك. خلينا نتفق، وانا هاخد من كلام حضرتك البدايه من فعلا اللي هي الفتره صعبه، او احنا نقول نسميها كده مهمه صعبه، فاحنا لازم نبقى مدركين ده الاول. اولياء الامور لازم يبقوا مدركين ان الطالب نفسه بيمر بمرحله يعني بتكون فيها حاله من التوتر والقلق، عشان كده هم مش المفروض يزودوا عليه الكلام ده. بحب اكد على اولياء الامور ان احنا مرينا كلنا بالتجربه دي، وكانت من احسن التجارب في حياتنا. بالعكس كلنا بنقول يا ريتنا نرجع تاني ايام الثانويه العامه واحساسنا بالنجاح وكل اللي كان متوقع مثلا ان هو يعني يحقق هدف، الحمد لله حقق اكتر منه ونجح في حياته ووصل لاحسن الحاجات، طالما ان هو عنده هدف، طالما ان هو بيسعى للنجاح. فخلينا ناكد على معلومه مهمه قوي، انت ازرع في ابنك حب النجاح وهو اكيد هو هيمشي في الطريق للنجاح، ده اول حاجه. انت مش محتاج ابدا تعمل له اضطرابات وقلق وحاجات. خلينا نمشي معاكي بخطوه بخطوه. نمشي باول حاجه، ايه هو الفتره الحاليه، ايه اللي نقدر نستغله عشان نقدر ندخل الامتحانات الثانويه العامه؟ مفيش حاجه اسمها ان الوقت راح، الوقت ما راحش، لا احنا لسه معانا وقت، ونقدر نعمل نستخدم قوانين التايم مانجمنت كلها، ونقدر نستخدم اوقات المذاكره السليمه، ونقدر نركز ونعمل الجدول بتاعنا. ويمكن الحمد لله ان جدول الامتحانات نزل فيه شيء من العدل شويه، ان في مساحات للمواد اللي هي محتاجه مذاكره محتاجه مراجعه، فنقدر ننظم وقتنا. ولكن هنا نيجي نقطة مهمة قوي مع تنظيم الوقت، اللي هو عدم التشتت أو عدم التشتيت. أنا مشتتش نفسي في أكتر من مصدر، أكتر من يعني أنت ذكرتي عنصر مهم قوي اللي هو يعني للأسف إحنا كلنا بنحاول نتجنبه، اللي هو دروس الخصوصية. فكرة إن الولد دلوقتي يقدر ينزل يروح مع أكتر من مدرس ويراجع والكلام ده، يعني أنا بأكد إن ده يعني بيشتت الولد وما بيكونش صح أبدا. بالعكس، هو إحنا عندنا دلوقتي وزارة التربية والتعليم مقدمة مصادر متنوعة جدا وجميله، يعني بتخاطب جميع فئات الطلاب باختلاف انماط التعلم بتاعتهم. يعني عندنا بنك المعرفه متاح فيه مجموعه من المصادر المفتوحه اللي مجانا تماما، عندنا قناه مدرستنا ثلاثه اللي هي خاصه بالثانويه العامه بتفتح طول اليوم مراجعات لكل المواد من امهر المدرسين، يمكن المدرسين اللي هم بقى مسؤولين فعلا مستشارين المواد في الوزاره هم اللي بيعملوا اللقاءات دي، وهو اكيد ده هيفيد للطالب جدا ان هو يركز على مصدر تعلم نافع بدل من التشتت في مصادر اخرى قد تكون بتعتمد على مهارات ثانيه خالص غير المطلوبه في الامتحان. يعني استاذه هبه، عايزه اتوقف معاكي عن النماذج الاسترشاديه اللي نزلتها الوزاره، وازاي الطلبه تقدر تتعامل مع نوعيه الاسئله المختلفه اللي موجوده في ورقه واحده في اللجنه. طيب خليني اقول لك على حاجه، هي النماذج الاسترشاديه دي مهمه جدا. ليه؟ لان هي بتفوكس او بتركز معانا على النقاط اللي هي مهمه بما كل ماده، واللي انا اقدر من خلالها ادرب نفسي ازاي احل الاسئله في الامتحان. يعني انا دلوقتي لو عندي نموذج امتحان ومعايا النموذج الاسترشادي بالفعل في البيت، فانا اقدر امسك النموذج الاسترشادي واحاول احل الاسئله بالقراءه من النموذج الاسترشادي، واعمل لنفسي يعني ولي الامر ممكن يساعد ابني ان هو يعمل لنفسه
بيئه تشبه بيئه الاختبار. انت عارفه احنا لو جربنا ده مثلا مره في اثنين، احنا ممكن احيانا في ولاد بيجي لهم بانيك اتاك او حاجه ساعه الاختبار، لان هم مش متعودين على اللجنه بتاعه الاختبار. فانا مش لو متعودين على الشكل ده للاسئله بالظبط، فاحنا لو في البيت بس كده ببساطه، يعني بدل ما الام تبقى قاعده متوتره، لا جربي مع ابنك ان هو يبقى قاعد كانه جوه اللجنه بطقم بوقت محدد، بوقت محدد لكل سؤال. ده التجربه دي هتخليه هو يبقى، يعني احنا دايما حتى لما بيكون عندنا مثلا برزنتيشن او عندنا حاجه بنعمل قبلها زي تيست كده، فانت لو قعدتي مع ابنك او بنتك ومش تذاكري له خالص، لا تجربي معاه كانه هو في لجنه الامتحان ويبدا يحط لكل سؤال وقته وهكذا. طيب في مجموعه من النصائح الارشاديه اللي احب ان انا يعني اذكرها لطلابنا في الثانويه العامه، زي مثلا منها انه يبدا باللي بيحبه، يعني يبدا ان هو يذاكر بالحاجه اللي بيحبها. كل ماده هو بما انه اختار المجال العلمي او الادبي، فهو عارف كويس قوي ان احنا الموضوعات اصلا الموجوده في المواد حاليا احنا درسناها قبل كده في خلال عمرنا السابق على مدار السنوات السابقه. فابدا بالحاجه اللي انت مفضله بالنسبه لك وخدها، اللي هو من النظام من السهل للصعب، خدها الى الاصعب فالاصعب. نظم وقتك كويس، اختار الوقت المناسب للمذاكره اللي انت بتحبه. في ناس مثلا تحب تذاكر تصحى من الساعه 5 تذاكر لحد مثلا الساعه 8، في ناس وقتها المفضل بعد يعني الساعه 12. اختار الوقت المفضل وذاكر فيه، كل ما كان الشيء مفضل ليك كل ما كان الموضوع بيبقى اقرب ل يعني التذكر اثناء الامتحان. يعني ما ينفعش ان انا اكون مجبر على المذاكره، لا انا صحيح. اكون حاسس ان ده شيء اختياري وانا مبسوط لاني انا في الاخر هحقق. اهم مدرك الهدف ده ان هو حاجه هتوصلني للنجاح، حاجه هتوصلني لحاجه كويسه، مش اشتغل ابدا على حته التوتر وانت هتجيب مجموعه وفلان ده، لا 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 الموضوع مش المجموع خالص، الموضوع ان انا ابقى شخص ناجح اصلا. يعني هي دي اللي احنا تقريبا كلنا ادركناه بعد ما خلصنا موضوع الثانويه العامه، ان الاهم في الموضوع ان انا اكون ناجح، مش الاهم ان انا اجيب مجموع كبير. ده يعني بالنسبه للنقاط اللي احب ان انا اكد عليها لطلاب الثانويه العامه. طبعا الفتره دي برضو نبعد عن التشتت، عن الموبايل، عن البرامج اللي فيها مسلسلات، عن الكلام ده. خلينا ناكد ان هي فتره، يعني انا عندي جدول، انا محتاجه اركز علشان انجح، لان اي معلومه زياده انا بدخلها على دماغي ممكن تشتت لي عقلي. ان الموضوع بيمشي في شكل مدخلات ومخرجات، انا عندي مجموعه من المدخلات الموجوده في المناهج زي المفاهيم والمصطلحات التواريخ والاحداث والمعلومات، لازم ان انا افرجها في شكل معلومات برضو اكتسبتها اقدر اوظفها في حياتي، مهارات حياتيه، مهارات تطبيقيه، تجارب علميه اقدر ان انا اطبقها. فالامتحان بيجي عشان يقيس انا اتعلمت ولا لا. صحيح. يعني كلها اكيد نقاط مهمه جدا جدا في الايام اللي جايه اللي باقيه قبل امتحانات الثانويه العامه اللي هي بالتاكيد تهم كل البيوت المصريه. لكن طبعا وفي النهايه دايما بنقول انه الثانويه العامه مش نهايه المطاف، تعمل اللي عليك وتجتهد، والمهم انك تكون شخص ناجح، والنجاح ده نسبي، ناجح في اللي انت عايز توصل له. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذه هبه عوض، استشاري التعليم الذاتي والالكتروني بوزاره التربيه والتعليم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.